الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد جانبا من الاختبارات اللي بتعقد للمعلمين المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودي طبعا اللي بيتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميا وفنيا وشخصيا. أكيد عاوزين نقول لكم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان اتخذ قرار هام السنة اللي فاتت بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وده بيكون عن طريق إجراء مسابقة لتعيين المعلمين، وكل مسابقة في كل سنة بتكون لتعيين 30 ألف معلم، وأكيد ده هدفه هو سد احتياجات المدارس من المعلمين. وتم فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري لإضافة 150 ألف معلم، طبعا ده امر لم يسبق حدوثه خلال السنوات اللي فاتت كلها. المسابقه الاولى من تعيين 30 ألف معلم كانت انتهت وتم اعلان نتائجها في 15 فبراير اللي فات، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره اكد ان نتيجه الناجحين في مسابقه التعليم بتعيين 30 ألف معلم فصل ورياض اطفال بلغت 94%، وبلغ عدد الفائزين في المسابقه حوالي 28176 متقدم من اجمالي المستهدف اللي هو 30 ألف معلم. قال كمان اللي تقدموا المسابقه حوالي 140825 متقدم تم توزيعهم على 3 مسابقات، وطبعا مسابقه تعيين معلم مساعد رياض اطفال ومسابقه تعيين معلم مساعد فصل، بالاضافه لمسابقه اخرى تكميليه لمسابقه رياض الاطفال. وطبعا انطبقت عليهم الشروط بشكل مبدئي على 101771 متقدم، واللي هيفوزوا بالمسابقه هم 30 ألف معلم. هتعمل لهم تدريب في اللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه عشان يبقى في تاكد كامل من قدراتهم على اداء مهامهم بالشكل الكامل، وهيتم توزيع المعلمين على مديريات التعليم المختلفه في المحافظات لسد العجز. طبعا بعد تسكين الفائزين في المسابقه الاولى لتعيين 30 ألف معلم، تم الاعلان عن المسابقه الثانيه عشان يتعين الدفعه الاخرى او الدفعه الجديده اللي بتتكون برضو من 30 ألف معلم في السنه الثانيه، وزي ما قلنا الموضوع مكمل معانا على 5 سنوات، احنا دلوقتي في السنه الثانيه عشان يبقى في سد عجز في جميع المدارس على مستوى الجمهوريه. علشان كده وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني حددت 12 شرط لاي واحد عاوز يتقدم في مسابقات التعيين 30 ألف معلم الجديده. الشروط دي بتقول الا يزيد سن المتقدم عن 35 سنه من تاريخ نشر الاعلان، ان يكون متمتعا بالجنسيه المصريه، ان يكون حسن السمعه، الا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم او بقرار تاديبي نهائي، الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مقيده للحريات في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه الاعتبار، الا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد، ان يكون المتقدم خريج كليه تربيه رياضيه اطفال او كليه تربيه طفوله مبكره او قسم رياضه الاطفال، وان يجتاز الامتحانات المقرره لشغل الوظيفه، وان يجتاز التدريب المقرر، وبيلزم التقديم فقط في محافظه الكائن بها محل اقامه المتقدم، يعني ما يبقاش في محافظه اخرى ويتقدم في محافظه غير المحافظه اللي هو ساكن فيها، لازم تقدم في المحافظه اللي انت فيها محل اقامتك. طبعا ده وفقا للثابت في بطاقة الرقم القومي، ولن يتم قبول أي طلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى. من الشروط كمان اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لكل واحد اجتياز الامتحانات اللي قلنا عليها خلال هذه الخدمة الإخبارية. أكيد استعرضنا معاكم الشروط، نتمنى التوفيق لكل الناس المتقدمين للمرحلة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم في هذا العام. أكيد هنتابع معاكم هذا الموضوع المهم جدا سواء للمعلمين الجدد ان شاء الله او حتى للعمليات التعليميه باكملها لسد العجز في المعلمين خلال 5 سنوات، خطه رائعه جدا جدا لسد العجز بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات بتعيين 150 ألف معلم. زي ما قلنا فبراير اللي فات تم الاعلان اول 30 ألف اول دفعه، الدفعه الثانيه سياده الرئيس شهد بعد اختباراتها اليوم، واكيد هنتابع هذا الملف المهم جدا في الشأن التعليم المصري خلال خدماتنا الإخبارية اللي جاية. شكرا جزيلا لكم.